ومثل ما وعدناكم اليوم بهالفترة هيدي بنكون مع خبير العقارات وضاح الغصاين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. ووضاح اليوم هيز اون لوكيشن بالاي واي سنتر بالهوم اند جاردن اند كوتج شو. واولا اهلا وسهلا فيك هي وضاح. Are you enjoying the cottage country والهوم شو بالاي واي سنتر؟ Yes, yes, yes. Very good. والله الشو كتير يعني حدث كتير كبير بالنسبة لأوتاوا, وفي كتير هنا سبونسرز وشركات بتبني كاتجز وبتبني اللي هو ريكريشنال هومز بنسميهم, وطبعا في شركات تانية برضو اللي علاقة بالرينوفيشن وبالريل استيت. فأكيد شو كتير مهم, وبنصح أكيد الناس يجي يزورونا عنا إحنا بوث بالشو, ونعطي معلومات وماتيريال, وحتى نعمل سيشن كل ساعة منفهم الناس إيش اللي لازم ينتبهوا له بالنسبة لشراء الكاتجز وشراء الريكريشنال هومز. اكسلنت. خي وضاح, بداية هالأسبوع كانت حافلة جدا بالنسبة للأخبار يلي مرقنا فيها يلي بتخص العقارات, إن كان البيوت المتاجرة وشو ما كان يكون, بالنسبة للبجت الفيدرال بجت اللي إجت, بالنسبة للفيدي اللي أعلن عنها البنك في كندا, بالنسبة للأخبار شركتك رويال بيج أعلنوا أنه بسنة 2021 أسعار البيوت ارتفعت 20%. يعني البيت عندنا هون بأروى سينجل فاميلي هوم ديتاج صار الميديان برايس تبعه 949,600 دولار. وما انتهت هون القصة, كمان رويال بيج قالوا انه سنة 2013 راح نشوف ارتفاع كمان 13% باسعار البيوت. هذا بيجي كله من بعد ما البنك اوف كندا رفع الفايده كمان 0.5%, يعني صاروا 1% من 3 اسابيع لهلا. والحكومه الفدراليه كمان عملت كمان اخبار وحكايات وروايات. فخبرنا شو القصه كلها سوا بالنسبه لهالاخبار الريل استيت, يعني تعبى الصحن قبل ما نبلش. صحيح صحيح, هو كان الأسبوعين الماضيين صراحة كانوا حافلين بالأخبار والتغييرات اللي عم بتصير حتى يقدروا يسيطروا على الأسعار اللي بتضلها عم تطلع, والظاهر أنه ما رح يقدروا يسيطروا على الأسعار اللي لسه عم تطلع. أكيد إحنا متوقعين في شوية حيكون في نوعا ما هدوء مقارنة بالسنتين أو الثلاثة الماضيين, بس أكيد بشكل عام الماركت حيظل طالع. البادجت فيها عدة شغلات ضيفوها على البادجت على أساس يحاولوا يعملوا اللي بنسميه affordable housing. في عنا عدة نقاط ممكن نتكلم عنها اليوم بالبادجت حتى نشرح للناس إيش اللي عم بيصير بالنسبة للبادجت, وبعد هيك إذا بتحب ممكن ننتقل على غير مواضيع. في هلا عنا اول اشي انه عملوا اول اشي هم السنه الماضيه بالبادجت تبعت السنه الماضيه الحكومه انفستد 2.5 بليون دولار, بالبليون بالبي يعني, افوردبل هاوسينج يونتس, بس لغايه هذه مخصصه للسبورتنج يونج ولو انكم فاميليز, بس لغايه هلا ما شفنا فعلا الامباكت او التاثير الكبير اللي فعلا هذه اللي حطوها السنه الماضيه 2.5 بليون على الماركت. فقرروا انهم يزيدوا هذا المبلغ لحوالي 4 بليون دولار, وكمان انفست ب سي ام اس سي حتى يقدروا يبنوا اديشنال او بيوت زياده حوالي 100,000 بيت. بس انت بتتكلم مقارنة يعني بحجم كندا 100,000 بيت يعني ما بيكفي. المشكلة انه 100,000 بيت ما بيكفي, بس انه هاي الميزانية اللي بتقدر عليه, ولسه بدنا نشوف شو التأثير هذا التغيير بالفيدرال بادجت على الكارنت انكم. بدنا ننبه انه الانفستمنت اللي حاطينه ال 2.5 بليون دولار للأفوردبل هاوسينج, يعني مش لبيوت للبيلدرز أو للبيوت العادية الناس بتشتريها, هذه مخصصة لللو إنكم فاميليز وللسبورتينج يونج فاميليز.
فبدنا نشوف شو التفاصيل لهذه الميزانية اللي حاطينها وشو كيف ممكن يتأثر إنه توفر بيوت أفوردبل للناس اللي موجودين أو اللو إنكم فاميلي. هلا كمان ضافوا بالبادجت شغلة جديدة حلوة صراحة، حوالي 7500 دولار تاكس كريديت للي بيعمل هوم رينوفيشن بشكل انه يعمل سكند يونت بالبيت تبعه. فهذا يعني اذا مثلا واحد عنده مثلا بنجلو وقرر انه يعمل يونت تانية في البيسمنت بيطلع له 7500 دولار من الحكومة. هذه شيء مشجع، هذا تاكس فري حيكون، فهذا حيكون شيء مشجع للناس انها تعمل يونت ثانيه. فهم عم بيحاولوا يوفروا اعداد اكبر من البيوت بالطريقه هاي، وطريقه صراحه ذكيه، فكره حلوه انه ممكن الواحد يعمل البيسمنت تبعه او ممكن يعمل اكستنشن او اضافه على البيت تبعه انه يعمل يونت ثانيه. هلا في كمان الفيرست تايم باير تاكس كريديت، التفاصيل مش كتير واضحه بس احنا اللي شايفينه انه الاستيميشن انه ممكن يزيد التاكس كريديت للناس اللي بتشتري اول مره بمبلغ 1500 دولار. طبعا هذا بيساعد الناس خاصه الفيرست تايم باير انهم يشتريوا مع غلاء هالاسعار. هذا بالإضافة إلى التاكس الكريديت لللاند تاكس ترانسفير اللي أساساً موجود بقيمة 4000 دولار. فيعني في تعديلات حلوة للناس، فممكن هذه تساعد. هلأ في كمان شغلة ضفوها ما بتصور حتأثر كثير لأي واحد بالبادجت، كاتبين إن أي واحد كان افكتد أو تأثر بغلاء الأسعار في عندهم بروجرام direct support impacted by rising home cost بقيمة 500 دولار. طبعا يعني مبلغ مو كتير، يعني صراحة مشجع، يعني 500 دولار يعني هذه one time payment، يعني 500 دولار one time payment. فيعني ماشي الحال، مش غلط، بس انه ما راح ياثر كثير، ما راح يخلي واحد انه يشتري او واحد انه ما عنده ميزانيه انه يشتري انه يقدر يشتري. بس هذه معتبرينها مساعده، وهذه بتصور تكنيك عاملينه عشان الالكشن اللي جايه. في شغله، وكمان اعلنوا خي وضاح الحكومه الفدراليه انه راح يعملوا تحويل مال الى البلديات هون والمقاطعه ليساهموا ويساعدوا بعمار بيوت زياده ويمشوا الرخص اكثر واكثر لحتى يسهلوا الامور ويعجلوا القصه بالنسبه للهاوزنج. صحيح، هذه واحده من النقاط وواحده من الشغلات اللي فعلا كويسه ممكن تساعد على انه البيلدرز او الشركات اللي بتبني البيوت تستعجل بالبناء وتساعدهم على انهم يقدروا يوفروا عدد مناسب للبيوت بشكل اسرع. هلا في يعني معظم الشغلات اللي مغيرينها بالفيدرال بادجت هي بتساعد السبلاي، وهذا اللي كنا من نادي فيه. إذا بتتذكر إحنا السنة الماضية بالحلقات الماضية كنت دائماً عم بقول إن المشكلة يا عمي مش بس الديماند، فما فينا نضلنا نوقف الديماند ونمنع الناس إنها تشتري بطريقة إنه نضلنا نغلي الانترست ريتس ونعمل باند للفورين انفسترز. مش هذا الحل. الحل إنه نشجع السبلاي، وهذه الفيدرال بادجت اللي بتطرق عليه معظم التعديلات والتغييرات اللي صارت بالفيدرال بادجت بتطرق لهذه النقطة. هلا اكيد هم في كمان اللي هو الباند اللي عملوه للفورن انفسترز، هذا كمان حيعمل تأثير نوعا ما، لكن بكل الأحوال احنا بأول إحصائيات اول ما طلع الباند الاحصائيات كانت في تورونتو وبفانكوفر
كنا متخيلين انه النسبه تتراوح ما بين 20-30% من العقارات اللي بتنشرى بتورونتو وفانكوفر من الفورن انفسترز، لكن بعد التدقيق ومن الاستاتستكس كندا لاحظنا انه الموضوع كليته حوالي بين 3-4% من الفورن انفسترز اللي فعليا بيشتروا بيوت في كندا. فما بعرف اذا هذا القانون فعليا حيأثر تأثير كبير على انه يخفض الاسعار او يوفر عدد اكبر من البيوت انها تنباع للناس اللي عايشه في كندا او الناس اللي بنقول ريزيدنت في كندا. هلا اجمالا اوقات دائما بس يكون في اشياء تغييرات قويه باي نوع من الاندستري دائما بنحس انه عم بيعملوا شيء انا بيحطوا قانون يلي ممكن يلفت النظر لكتار من العالم ويلهيهم بهالشيء، بيكونوا عاملين اشياء كتير مختلفه غيرها لحتى العالم ما تنتبه لها كتير. وانا بحس انه هذا الفورن بان على فورن هوم باينج هذا نوع من القوانين، لانه بفتكر الحكومه الفدرالية لازم يكون مع علم انه بس شيء 3% من بيع والبيوت عندنا هون بكندا عم يروح للفورن بايرز. برافو، يعني 100% كلامك جري، لانه شوف هو احنا بالنهايه يعني نسبه الناس اللي بتملك البيوت بكندا نتكلم عن بحدود 70% من التعداد، وهدول نسبه الناس هدول كليتهم فوترز، هدول الناس بتنتخب، وهدول الناس اللي بتملك البيوت ما بدهم الاسعار تنزل، فهم الحكومه الفدرالية هم عارفين هالكلام، هم ما بدهم يضربوا الماركت، ما بدهم ينزلوا الماركت انه او تنضرب الاسعار، هم كل اللي بدهم اياه انهم يهدوا الوضع شوي ونسبة 20% هذه الزيادة السنوية اللي عم نشوفها صرنا 3 سنين تهدى شوي. وفي هلا اكيد زي ما احنا شايفين زي ما انت تفضلت انه نسبة الزيادة السنوية عم بتخف شوية، كانت زي ما انت فضلت 20%، السنة متوقعين يمكن 13%، بدنا نشوف ايش التأثيرات للفيدرال بادجت وتأثيرات للفورين باند والتأثيرات كمان للريت انكريس تبع الانترست، بدنا نشوف هذه التغييرات تبعته. انا متوقع شخصيا انه تنزل النسبة من 13% لبحدود 8%، من 8-9% من هان لآخر السنة، فهذا مش معناته إنه الماركت نزل، هذا معناته إنه لأنه إحنا ما بنقارن دائما شهر بشهر، إحنا بنقارن الشهر بالشهر اللي قبله من السنة الماضية أو السنة هذه من السنة اللي قبلها. أما إذا بدنا نقعد نقارن مثلا إنه والله الأسبوع الماضي البيت الفلاني انباع ب700 بس الأسبوع هذا البيت مشابه له بنفس الشارع انباع ب680، هذا مش معناته انه الماركت نزل، هذا اذا بدنا نقارن البيت نفسه بنفس البيت السنه الماضيه هذا اللي بيحدد لنا قديش زاد الماركت، لان احنا ما فينا نطلع كل اسبوع باسبوع. فعلا خي وضاح، رح مجبورين ناخذ هلا فاصل ونرجع نتابع برنامجنا. في كم سؤال بدي اسالك اياهم طبعا عن الانترست ريتس، وشغله ثانيه عم بتصير عندنا هون بمنطقتنا باروى، ويا هل ترى بتاثر على اسعار البيوت بهالمنطقه وين وكيف، رح نحكي عنها بس نرجع من فاصل اعلاني. ورجعنا لمتابعة برنامجنا معكم على 97.9 مع خبير العقارات وضاح الصين من رويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم. خي وضاح، كنا عم نحكي قبل القاطع عن الفورن انفستمنت، وبما انه طلع هالقانون لحتى يسكر الباب على الفورن انفستمنت، نحن بنعرف هون بكندا في دائما في لوب هولز مثل ما بيقولوا، الباب منه مغلوق ومسكر 100%، لانه في كمان طرق للفورن انفستمنتس ليضلهم يقدروا يشتروا بيوت بكندا. خبرنا عن هودي اللوب هولز وشو هي الطريقه يلي بيقدروا يشتروا فيها بيوت. بدنا نغشش الناس هلا، احنا كيف اللوب هولز؟ هلا في عده شغلات طبعا احنا لاحظناها بالنيو باند هذا اللي عاملينه للفورن انفسترز، لاحظنا انه اذا إن ممكن الطالب حتى لو انه مش كنديان ريزيدنت انه مش كنديان
وبس انه عنده ستودنت فيزا وعايش هنا في كندا ممكن يشتري. فما هو المشكله اللي عم بصير انه خاصه الانفسترز من اسيا بيحولوا فلوس على اسامي ناس هنا موجوده في كندا وبيشتروا على اساميهم. فهل فعلا انه هذا الباند هيأثر؟ وهل فعلا انه الانفسترز هذول اللي موجودين اوفرسيز فعلا ما راح يقدروا يشتروا بعد هيك؟ احنا بنلاحظ انه في عدد اكثر من المكالمات عم بيجي من ناحيه فورين ستودنتس على اساس تشتري. فهذا بدل على انه بعض اللوب هولز الموجودين بالريجوليشن هذه اوريدي مكشوفه وعم بحاولوا يستعملوها. بس بالنهايه هذا حيكون اكيد عدد اقل بكثير من عدد الانفسترز بشكل عام اللي كان يقدروا يشتروا. فنستنى نشوف التغييرات كيف حتصير على الواقع وعلى الارض، وهذا اللي حيبين لنا انه هل الباند هذا فعلا حيعمل مفعول ولا لا. طيب كمان في شغله ثانيه من الاشخاص يلي كمان معافيين من منع شراء البيوت، وهني الاشخاص يلي جايين لهون بشغل، جايين على ورك فيزا ومجبورين يقعدوا يشتغلوا هون سنه سنتين او ثلاثه او اربعه، هودي لهم حق يشتروا بيت. فهودي اللي يعتبروا ساعتها رزرنس، هم معتبرينهم هدول رزرنس. فهي اللي بنحكي فيه، لانه هدول اللي قاعدين هنا عايشين هنا احتمال انه الناس اللي برا تحول على اساميهم وتشتري على اساميهم. فاحنا عم بدنا نشوف هل هذا فعلا حيطبق، وهل فعلا الناس حتتصرف او الانفسترز الاجانب حيتصرفوا بالطريقه هذه. لسه الواقع حيفرجينا خلال الاشهر اللي جايه. طيب ارتفاع الفايده عندنا هون بكندا ارتفعت فينا نقول 1% من 3 أسابيع لهلا، والبنك في كندا نبهونا انه هاي مش النهايه، بعد فيه ارتفاع. يا ترى امتى رح نبلش نشوف التاثير بارتفاع الفايده على بيع وشراء البيوت؟ وقديش، مش رح اقول لك انا طلع لي بالكريستال بول تبعك لانه انت ما معك كريستال بول، قديش بعد ممكن نشوف ارتفاع بالنسبه للفايده، وامتى رح نتاثر نشوف التاثير بارتفاع الفايده؟ بتصور من هان لاخر السنه يمكن يرفعوها كمان مرتين. في 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 اخبار عندنا انه احتمال فتره قريبه يرجعوا يرفعوا كمان 0.24 او 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 بنسميها لك ربع بوينت، احتمال قريب يرجع يرفعوها. فدائما احنا بننبه المشترين انه اذا بيفكروا يشتروا هلا لازم يستعجلوا يشتروا وما يخافوا انه ارتفع اوريدي 0.5% وقبل هيك 0.25%، لانه احتمال يرجع يرتفع مره ثانيه وقريبا هذا الكلام. فاحنا لاحظنا احنا كل ما بصير في خبر الماركت بوقف ليوم يومين او ثلاثه بشكل ملحوظ، يعني خاصه قبل اللونج ويكند المضى لما طلعوا قرار الانترست ريت انكريس وطلعوا قرار الباند للفورن انفسترز، لاحظنا هنا في اوتاوا التلفونات عندنا بالمكتب رويال بيج نوعا ما خفت اذا مش وقفت. اكيد طبعا اللونج ويكند اثر على هذا الموضوع، بس لاحظنا انه وقفت بشكل ملحوظ. فالناس ما تقول وقفت وقعدت تستنى تشوف ايش بده يصير في الماركت. يا جماعه الماركت ما بتاثر بالسرعه هذه اللي انتم متخيلينها، هذا التاثير بيصير على مدى اطول من هيك. فاللي بيفكر انه يشتري مفروض يشتري، لانه دائما خاصه الناس اللي مستاجره، لانه دائما المستاجر عم بيخسر هذا الاجار، سواء اذا بيدفع 1500 دولار او 2000 دولار او 2500 دولار على تاون هاوس او ابارتمنت، هذا المبلغ عم بيخسره وعم بيزته في البحر. فالافضل له يعني قديش بده يزيد الماركت، فاذا بده يضله هو يستنى 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 هذه المبالغ عم بيخسرها. ونرجع بنأكد انه الماركت مش متوقعين احنا انه ينزل، بعد ما بنشوف نوعا ما مالتيبل اوفرز، وفي لسه هلا حاليا بيوت بتنعرض وبيعدي تاريخ المالتيبل اوفر، وفي بعض البيوت ما بيجيها اوفرز، فبتكون فرصه
مناسبة، لأنه هلأ الناس زي ما قلت أنه شوية شادة وشوية خايفة، فهلأ فرصتهم الناس اللي كانت متغلبة بحكاية المالتيبل آفر وكل مرة بيعملوا آفر وبيخسروا الآفر، هلأ فرصتهم لأنه في كتير بيوت ما عم بيجيها صار آفر، فهلأ فرصتهم ينطوا وياخذوا البيت من غير ما يخشوا بعراك أو بمزايدات ما إلها طعمة. أنا كل ما أكون عم بعمل أخبار وأسمع أخبار صرت عم بفتكر بتفكير الريل ستيت. خي وضح كله الحق عليك. اليوم بالأخبار عم بقرأ إنه اليوم رح تبدأ الكونستراكشن بمنطقة فانيي لمدة 5-6 شهور والشوارع رح تكون مسكرة هونيك. وكمان نفس الوقت ريد خبر وزارة التربية عنا هون بأونتاريو أعلنوا إنه رح يعمروا مدرستين بمنطقة فينلي كريك، واحدة للبرايفت للأروا كاتوليك سكول بورد وواحدة للبابليك سكول بورد. فهون دغري أفكاري بالريل ستيت بلشوا يتمتبوا. يا ترى بتأثر أولاً لنقول منطقة فانيي هالكونستراكشن هلا لمدة 5 أشهر بتأثر على العقارات وأسعارها؟ ممكن يكون هلا الوقت المناسب لحدا يشتري بفانيي إذا بتأثر عليها، أو الأشخاص اللي عم تفتكر تبيع بفينلي كريك هلا الوقت المناسب لأنه عم بيعمروا مدرستين ومنعرف المدارس انه هني شيء منيح للمنطقة وممكن ترفع اسعار البيوت؟ خبرنا، بيقدر الواحد يفتكر بهالطريقة هاي؟ صحيح صحيح. هلا شوف احنا دائما احنا بنطلع على فانيا انه فيها بوتنشال كتير كبير، ودائما لانه الاسعارها مقارنة باسعار اوتوا بشكل عام ارخص بكتير، دائما احنا بنشوف هذا الشغله. واذا احنا حتى اذا بدنا يعني نركز اكثر على هذا الموضوع، بنلاحظ انه فانيا من السنه الماضيه للسنه هذه ارتفعت الاسعار فيها بحدود 23%. ومع هيك الاسعار بفانيا تعتبر ارخص من غيرها. هلا الكونستراكشن اكيد بده ياثر، طبيعي اي شيء بيصير بياثر، زي ما كان في مشكله التراكس بالداون تاون اثرت فتره على الداون تاون، بس كله بيرجع بينتعش بعد ما يخلص الحدث زي ما بنقول. بس يعدي الحدث ويخلص فبتلاقي الاسعار بتتحسن، فاكيد هذه بتكون فرصه مناسبه. واذا بتتذكر ايام ما كان في مشاكل بالداون تاون والمظاهرات كنا منقول انه فرصة انه الواحد يشتري ابارتمنت بالداون تاون. لاحظنا انه بعد بعد ما انفرجت الامور بالداون تاون وانفتحت الدنيا ومش الحال، لاحظنا انه في زيادة نوعية بالكاندو ماركت بالداون تاون مرة تانية، وانتعاش مرة تانية بالاسعار، ورجعنا يجينا مالتيبل اوفرز على الابارتمنت بالداون تاون. وهذا الكلام اللي دائما احنا بنحاول ان ننبه الناس إله حتى يستفيدوا من هذه الفرص اللي بتيجي وبتيجي بفترة زمنية صغيرة، ممكن الواحد يقدر ينط ويستغل هذا الموضوع ويشتري اللي كان دائما بفكر يشتري فيه أو يشتري investment ويخليه على المدى البعيد. وبجواب على السريع لأنه معش معنا وقت كتير، بالنسبة لمدرستين يتعمروا بفينلي كريك، يا هل ترى قديش هيدي مهمة للمناطق؟ كثير مهمة هذه أكيد. الفندلي كريك منطقة عم تكبر بشكل ملحوظ ومحتاجة بشكل كبير مدارس زيادة في المنطقة، ومنلاحظ إحنا في حتى مش بس مدارس، في كوميرشال بلازاز عم تنبنى بشكل كثير كبير. ففندلي كريك يعني عم تتحول شوي شوي لكأنها منطقة بارهيفن جديدة. فكيف كانت زمان برهيفن كلها شارعين وحاره، هلا صارت يعني تعتبر تقريبا مدينه بتساوي حجمها حجم كناتا. هلا بنلاحظ انه فندلي كريك ماشي على هذا الطريق، وفندلي كريك منطقه كتير مهمه ولها مستقبل كتير كبير، خاصه بالمدارس اللي بتنفتح، لانه هذا اكيد بشجع العائلات انها تسكن في هذه المدينه، وبشجع الناس اللي بتفكر تعمل investment أو للأجرات، خاصة للinvestment إنهم يشتري بيوت ويأجروها. هذا كتير شغلة كتير مهمة لهاي المنطقة إن يكون فيها مدارس. حلو، بدقيقة أو نص معنا بعد خي وضاح، شو في جديد بالرويال بيج تيم ريلتي ذا فيرتكس تيم؟ هلا في عنا عدة listing جاي على الفيرتكس تيم. في عنا أول إشي أرض على كير معروضة للبيع، طالبين فيها 600 ألف.
في عنا أرض على مارش رود معروضة للبيع، طالبين فيها 2.9 مليون. هذه commercial property، منطقة كتير مهمة طبعا مارش رود. وفي عنا كمان مجموعة من التاون هاوسز، في واحد على باثمي معروض للبيع، عنا عليه open house يوم الأحد. في عنا واحد على ترني معروض برضو ببرهيفن سينجل هوم. وفي عنا كمان تاون هاوس قريب على المسجد اللي على وودروف على رويال فيلد معروض ب 599 معروض للبيع كمان. وفي عنا كمان تاون هاوس بالريفر سايد ساوث على تاليمور معروض ب 600,000. وفي عنا كمان ارض على اوكسفورد ب كيمفيل معروضة ب 249. وفي عنا تو بيج هومز جايين جديد على الماركت بمنطقة ريدو فورست وبمنطقة مانتيك كمان، واحد بحدود 2.9 حنسعره والثاني بحدود 1.8. فاللي بده أي معلومات وحابب يشوف أي من هالبيوت يعني ممكن يتواصل معنا وممكن نفرجيه البيوت قبل ما نحطها على الماركت. شكرا. وشو رقمك الخاص خي وضاح ليتصلوا فيك؟ تلفوني الخاص 613-878-3041 وبتمنى اني اشوف الجميع عندنا بالتريد شو اللي على الاي واي سنتر. احنا موجودين هناك اليوم وبكره وبعده. اللي عنده اي اسئله وبحب يجي يسالنا ممكن يتفضل ويزورنا ويسالنا اي اسئله لاي شيء بالعقار. Excellent. Hey, وضح الغصاين من Royal LePage Team Realty, the Vertex Team. شكرا كتير لألك. Have a great, successful show بالEY Center للHome and Cottage. Thank you, حبيبي.